البلاد اليوم في عدد جديد طيب الله وقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي سنخصصها للحدث البارز في العاصمة والمتعلق بالانهيار الذي وقع بالطريق السريع ببن أكنون وتسبب في إصابة 11 شخصا بعد أن سقطت حوالي 6 سيارات في الحفر الكبير حادثة أعادت سيناريو الكوارث الطبيعية المحتملة الوقوع في العاصمة موضوع سنناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أهلا وسهلا بك سيدي. بك مرحبا. شكراً على البدعة وكما أسعد أيضا وأتشرف باستضافة البروفيسور عبد الكريم شلغوم الخبير في الكوارث والهندسة المقاولة للزلازل. ورئيس نادي المخاطر الكبرى اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا شكرا على تلبيه الدعوه طيب طبعا مشاهدينا الكرام قبل ان نشرح في مناقشه هذا الموضوع فريقنا فريق قناه البلاد والزميله اسماء رابح انتقلت الى عين المكان وجاءت والتقطت لنا هذه المشاهد وهذه الصور نشاهد ثم نعود للاستوديو هذه لا بوا كاملة تليبيرا هذه هذه هي بارتي هذه تليبيرا بور لو ماتش نورمالمون سي تو سباس بيان 8 9 تاع الليل الكل كمل الشيء اللي يهمنا انه الطريق تاعو تفتح غدوة الصباح ان شاء الله بإذن الله هذا هو الهدف تاعنا يا اخي عندنا روتار تاع ساعة ضرب يحبس الماء ما ما يجري خلاص حوالي 8 تاع الليل 9 تاع الليل يجيو يعاودوا الطريق يخدموها بال داكور سي عبد الحميد بوداود سأبدأ معك النقاش بهذا السؤال يعني كما يقال يعني حادث أصاب العاصمة والعاصمين في مقتل الحركة ظلت يعني متوقفة منذ صبيحة الأمل منذ صبيحة اليوم عفوا حادث مفاجئ حفر كبير في طريق رئيسي بالعاصمة قيل عن أسبابه ان انفجار وقع في في الانابيب الصرف الصحي المتواجده تحت المتوجد تحت الطريق فريق اخر قال ان الحادث جاء نتيجه تسربات مائيه تاع الواد هناك واد واد واد, لكحل. واد لكحل الموجود في, في المكان كيف تفسر انت الامر تقنيا انا واش نقول قبل ما نقولش هذه الحفله كتقول عليه هي فيها 4 مترات طول و 6 مترات عرض وحوالي 6 مترات غمق في هذا الشيء هذا آه انا قبلنا نعطي شويه تاريخ لهذا الشيء ونجي جاي الناس بعد ما راحت فسحت في في اسطوالي بعد ذلك جاو يدخلوا الدار تاعهم ساكن ب بنيه ببراءة ببراءة حتى نصبروا روحهم مردومين في, في في حفر كما قلت انت حفر م م يتاسف الانسان ما عرفوش كيفاش تبلاوا بهذه البليهات وهذا هذا لا روكات الجهاديه الانشاء تاعها بدات في 1976 نقول يقولوا باللي أنابيب من وقت الاستعمار ما تبدلوش حقيقه في انا ذاك الوقت مدوا نعطوا مثال كانوا ربع نسمات كانوا يسكنوا تم ودوكا ولات 50 نسمه هذا هذا الانابيب ما تقدرش ترفد هذا هذا لو ديبي هذا لا, لا تتحمل لا تستعيب القدره, القدرة على وهذا وهذا الشيء هذا وعلاش قعدنا لهذا الوقت بعد ما قلنا البنايات غير يسمى هاشا وكذا كانت خبره فيهم قلنا ديروا الدفتر الدفتر الصحي لماذا لا هذه الشبكات تاع المياه غير الصالحه والمياه الصالحه لماذا ما درناش لم الاخر الخبره تاعها باش نعرفوا وين رايحين بعد ما تكون تمشي حتى نسيب روضه غلق غلق بروده لانه علاش كاين حفره ماشي غير هذه الحفره وانا مازال مازال المستقبل نزيد ونتفاجئه نزيد كاين نقطه يعني كل كل الامور وارده الاحتمالات وارده حقيقه وزيد نقول لك كاين اسم التاريخ الزلزال تاع شلف جاب نهار الجمعه الزلزال تاع بمردة جاب نهار الجمعه وهذا كان يتاب الجمعه رب أستر لو كان جاب نهار تاع نتاع خدمه ما هو ذلك كيف لأن الحركة حركة تكون كثيفة ده جدا كثيفة جدا وزيد الحفرة تزيد تبلع أكثر وأكثر لأن بعد جاء في منعرج والناس حقيقة رايحة على تاعها يكون يمشي كيما هذا السيد هذا اللي راهو في المستشفى قال لك كنت نمشي حتى نصبت روحي وطاحوا زادوا عليه تدخل سيارات طيب آه بروفيسور عبد الكريم شلهوم آه لاحظت سي عبد الحميد وداود يعني لو برانسيب دو كوزاليتي لا لوجيك دو كوزاليتي الاسباب هو يربطنا بين ما وقع وما بين الانابيب او قنوات الصرف الصحي الموجوده ولكن هناك تفسير اخر قال لك ان ما وقع بهذا الطريق هو نتيجه لنشاط واد الليل يبقى يعني يبقى يبقى نشاطه مستمر بعيد طبعا الناس ما تشوفش اشاره صار تحت الارض هل الامر كذلك ايضا؟ أنا شخصيا تكلمت على القضية هذه وعلى الأسباب الأسباب أنا زرت الحفرة هذه أمس وشفت وصراع حفرة كبيرة كما قال سي حميد راهي قرابة 220 متر مكعب. مكعب, انت على الأرض اللي انهارت وما عمبناش نهار وما يش ما يش باينه راهي داخل الحفره وداخل تحت ال... تحت تحت سطح الحفره إذن مشات توين هذه هذه هي التربه ما يلاحظ تقنيا تقنيا طيب. طيب. وطبيعيا يعني التراب التراب باش حتى المواطن الكريم يفهمنا واش نقولوا حفره التراب ما كانش غير موجود اين هذه هي وجود مياه مشكلة، الارض ليكسبليكاسيون تكنيك الحل التقني هو كاين التحت كاين فراغ في الارض على 10 مترات على 20 متر على هذاك اللي راحت التربه ليه سي دي كافيتي اولا ثانيا ما اعتقدش يكون هذا الكارثة بدون مياه كما قلت في الاول قلت باللي هذاك واد لكحل معروف معروف ويطلع حتى الخمسة 5 جويليا معروف من من قديم الزمان اذا مع مع سقوط الامطار اظن كان عندي واحد اون اكسبليكاسيون اللي كان عطوها لي وزاره الاشغال العموميه مباشرة بعد تدخلي في قناة النهار تسمع على الوحدة مساء يقولوا باللي كاين اون ديفياسيون دو كوليكتور الامان سيتادير من فوق نعم. <applause> اللي تفلقت <applause> دونك هذاك المياه راح اوبليغاتورمون دون ان شونال لتحت في الواد هذا <applause> القديم مع كل الامطار اللي ساحته بدون

في 76 تسمى دراسة 40 سنة ف... يعني بعد الدراسة هذه تكون دارت في 74 إذا في 74 ما كانتش فكرة على الكوارث بالنسبة ما كانش زلزال شلف وما كان زلزال بومباس 10 سنوات تقريبا كنا... بعد الاستقلال يعني آه يعني. آه. إذا آه <applause> هذا هو هذا هي السؤال <applause> في المسألة هذه تقنيا أتكلم تقنياً. تقنيا 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 هل هل من الجائز هل من المقبول هل من المعقول يا سي عبد الحميد بوداود أننا يعني نقيم شبكه لقنوات الصرف الصحي تحت الارض ثم لا نراقب هذه الشبكه، يعني نخلوها تعمل بشكل طبيعي جدا. لا لا ام ان المراقبه والصيانه تاعها لازم بدليل انها قد تتسبب في كوارث كبيره كما اللي حدثيه. حقيقة حقيقه هذا الشيء هذا كله راجع للمدينه. للمدينه بعد ما كان من يتحمل المسؤوليه في ذلك؟ بعد ما كان وزاره المدينه وزاره المدينه هي تكون ما بين ما بين الوزاره هو شكون؟ كان, كان وزاره الري وزارة شو الأشغال العمومية، أشغال السكن، التجارة، الصحة، الماليه كان العقار كلهم هذو ما يكونوا شاركين حنا اليوم من هذا ما شفناش اسم اجتماع ما بين الوزارة ويهضروا على شبكات او على خبره او على كذا اسم كان وزاره المدينه هذه تخدم وحدها بالاخر وهذه النقطه هذه للمدينه هذه هذا وين صارت هذه هذه صارت في المدينه مدينه وين هذه العاصمه تاع الجزائر لكل كل خطره تسب او تكون تسم صغيره ولا نغرقوا نغرقوا الطريق ونغرقوا على, على الشعب هو اللي لا رخص انا انا السؤال اللي نطرحه هذو ما بعد مساكن هذو ما بعد ما كان يسمى ليبليسي المجروحين هذوما شكون المصير تاعهم وراو المصير تاع انتع تاع المواد نتاعهم اللي راحوا شكون تكلم على السيارات ديالهم حقيقة ولا قلت لك الممتلكات نتاعهم لا سي حميد المشكلة اللي مطروحة بالنسبة ل لو شوك بسيكولوجيك لو شوك الصدمة. الصدمة الصدمة هذه راح يبقاو بها 20 سنة وحتى المواطنين يبقوا يخافوا هذيك الطريق يعني انا ايه شخصيا يعني نسكن ما عندهمش بديل اخر ما عندهمش بديل اخر ونزيد ونزيد نقولوا نقولوا باللي السماء الشيء عادي هذه وحدة وثانيا نقول لك من 8 ل 9 يسمى تفرع علاش علاش نخدم هكذا اون بريسيبيتاسيون مت... وعندنا مكتب دراسات لا سايتي هذه مكتب دراسات هو مشترك مع مكتب دراسات الماني عندهم يسمى دراسه ما شاء الله احنا كنا يوم احنا المجمع الوطني للخبراء المهندسين كنا مش الدراسه اللي تقتل هي اللي الخبيثه اللي تقتل واللي يحب يفهم يفهم كيما حس... كيما ف... حس... فهمنا حتى يعني باش <applause> يعني مسؤوليتك انت خبير <applause> انت هي هي اليد معروف ما معلوم في, في جاز. ماذا تقصد بالايادي الخبيثه الانجاز الانجاز هو لازم ل... ل... الدوله تمد الغلاف المالي ولكن ما عندهاش ما تردو باش نقول لك في من الجانب التقني عندهم خصوصين زوج ملايين نسمة باش نغطوا كل على كل حاجة اسمع هنا مدير مدير شغال العموية وحده عنده زوج ثلاثة عنده خمسة عنده عشرة وعنده الأخر طريق السريع هذه دار البيضاء الزرال داك خمسة واربعين كيلومتر هذه خمسة واربعين كيلومتر على الأقل على الأقل تكون لازم لها خمسين تراس تكون مراقبة وتكون خبرة مش ما يومين يوميا وشهر طيب <applause> بروفيسور عبد الكريم هناك في تاريخ العمران في الجزائر لابد ان نتحدث عن ظاهره الناس تنساها بزاف ان الجزائر العاصمه او المدن كبيره في الجزائر كان هناك وديان قبل قبل قبل, قبل يعني خاصه قبل فتره الاستعمار قبل المشاريع العمرانيه التي تم انجازها على اعهد الاستعمار مثلا هنا في العاصمه نسموها هذا واد الكحل في وهران نتكلموا على واد الروينه وننسوا احنا هذه الوديان ننسوا انها تنشط تبقى إحنا تنشط إحنا شوف. يعني هل تبقى إحنا تشكل خاطر هذه الوديان إحنا يعني؟ عندنا خريطه ثابته بالنسبه للوديان بالنسبه للعاصمه بالنسبه للوهران كما على سبيل المثال العاصمه يفوت عليها 100 واد 100 واد 100 واد في العاصمه وتخدم يعني تنشط تحت الارض ب... تنشط طبعا الواد يبقى واد لكن ما تنشطش الارضيه نتاعو غير صالحه للبنايات معروف سي دي سيدي سي دي ديبو دي ديبو تاع <مع> التربه اللي عندها ربما 400 500 سنه يبقى واد اذا رانا لاحظنا بعد مناش نتكلموا في في الفلسفه في الواقع يعني في الجانب في الواقع انا شخصيا مع المجموعه نتاعي درنا الفحص نتاع قرابه 1500 عماره اللي انهارت في زلزال بومرداس بين 1500 عماره ومناطق ارضيه اللي انهارت. اذا رانا شفنا المشكله اللي مطروحه هي هشاشه الارضيه وسطحيه دراسات التربه. في قرصو في زموري في بومرداس في في هي السبب في الرئيسي في قرصو هي السبب الرئيسي ومن بعد يطلع الهياكل لان الارضيه كما تعلمون كي تكون هشه تقدر تعطي تقوي في في في, الهزه الزلزاليه البي اونبليفي كي يكون ارضيه صالحه تقلل الريدوي لا مورتي لو شوك سيسميك اذا هذه هي الحل واش رانا نلاحظوا الان ورانا اون تير لا سونيت دالارم ما حناش اون ني با اون دو بوليميكي ما حناش راح نديروا في السياسه يلزم الناس هذ المسؤولين اللي حاكمين اللي حاكمين هذا القرار يفهموا باللي ما حناش نديروا في السياسه رانا غير اون في دي دي بروبوزيسيون انا نقول قوس الخطر وتقدمون بدائل الاف الاف البنايات الان انجزوا داخل الوديان وعندنا عندنا الاف الامثال وهذا البنايات من المستحيل يكونوا يقدروا يمصوا هزه زلزاليه سي عبد الحميد سي عبد الحميد في النقطه يعني انت كنت تكلمتنا عن الغش قلت اشرت الى الغش قائل يقول واحد اخر يقول لك يا سي عبد الحميد وش من غش في اليابان وما ادراك ما اليابان وقع مؤخرا وقع تقريبا حادث مشابه يعني يعني كيف ما هو دليلك ما هو دليله؟ انا دليل واحد يعني اللي عنده اللي عنده معزف في راسه كما نقولوا واش هو دليلك يا سي عبد الحميد ان الامر يتعلق بمشروع مخشوش ادى الى هذه النتيجه تفضل اولا كان نقطه حساسه احنا ما عندناش ثقافه تاع الجيولوجيا كون عندنا الخريطه تاع الجيولوجيا علوم الارض نعم علوم الارض نعرفوا يسمى المشروع وين راح احنا حنا نبنيو بلا ما نشوفوا الجيولوجي وبعد ذلك كانت دراسه جيو تقنيه، جيو تقنيه ديروها سطحيا ما ديروهاش غمقيا والدوله تمد الغلاف المالي، الغلاف المالي كاين الغلاف المالي ولكن اللي دو فراش مشغول كانهم يشحوا ما يخلوش يقول لك دير تحب نقولها بكل صراحه في في, في السبعينات في الثمانينات في التسعينات كنت مسؤول في الاداره Ooh. وين كان مسؤول يقول له روح ابني يعطيه 3000 وحده سكنيه يقول له روح ابني برك بعد ذلك واحد فقط الاولان المكتب الدراسات اللي يدير الدراسه تاع 100 تاع 100 مسكن يدير ليتود بريمينر دو سول بريليمينال بينوترومات ومن بعد بينتروميت وبعدها يعقبوها على 3000 5000 الاخر كذا ويعقبوا روح لهذا رانا نشوفوا وما زال ما زال يسمى العجيبه ما زال القدام هذا الشيء هذا راهو غير منعرج نتاع 4 مترات برك وكان يسمى واش واش كان يقال للبروفيسور مازال بعد كانيتات كبيره تاع عمارات وتاع تاع طرق لهذا حان الوقت عندنا تقنيين لماذا من انا نروح بعيد انا مش ما نحط استراتيجيه البلديه او الوزاره او الولايه دير دير كونفونسيون مع المكتب الدراسات وتخليه طبعًا. هو يعني, يعني يدير, سويفي. يدير سويفي يدير سويفي سويفي كونترول دار يدير زي زي حميد. لي الا ما الا الا, إلا غلط ولا كاين العداله سي سي, سي عبد الحميد بن داوود هما اللي قدروا سويفي وحنا ايضا يعني ندير سويفي تاع الحصه لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ناتي الى نهايه هذا الجزء من برنامجكم البلاد اليوم فاصل اشهاري قصير ثم نواصل عودة مجددة مشاهدينا الكرام مرحبا بكم إلى الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصص موضوعه الرئيسي للحادث الذي وقع بالطريق الرئيسي بالقرب من بن أكنون وأدى إلى إصابة 11 شخصا وسقوط ست سيارات في انهيار كبير لم يسبق لهذا الطريق الرئيسي أن أعرفه في السابق موضوع نناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين مرحبا بك سيدي مرحباً شكرا مرحباً على تلبيه الدعوه مرحباً, مرحبا كما استضيف ايضا البروفيسور عبد الكريم شلغوم الخبير في الكوارث والهندسه المقاومه للزلازل ورئيس نادي المخاطر الكبرى مرحبا بك سيدي مره اخرى سي عبد الكريم شلغوم ابدا معك النقاش بهذا السؤال وقع الحادث اصابات الحمد لله لم تكن يعني وفيات سقوط التضرر ست سيارات 11 مواطن مصاب البعض يتساءل عن امن الطرقات المجانبه لهذا المكان امن البنايات الموجوده في محيط هذا الحادث دائما نتكلم عن واد عن قضيه واد يعني ونشاط جوفي ارضي هل هناك من خطر يحدق بهذه البنايات والهياكل الموجوده في محيط الحادث طبعا هو كما تعلمون بلا ما نخوفوا الناس لا, لا 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 ما الهدف نتاعنا هو نطمنوا الناس صح نعم. هو وين يكون الوديان وين يكون بعض ال بعض المخاطر النقايص بعض نعم. النقايص بالنسبه وحنا هذه الامور نعرفوها ونعرفوا ندرسوها مليح وقلنا بلي هذه البنايات لابد من فحص المجاوره للطرق هذه والطرق والحفره لابد من الدولة من الوزارة المعنية بالأمر تدير فحص للبنايات هذه اون ابروفوندي دي سول خبره يعني خبره, خبرة جديده باش يشوفوا يلقاو الحل رونفورسومون ولا يخليوهم لا ما كانش فيها خطر احنا ما نقولوش بعد الفحص الفحص هو اللي يمد النتيجه لان صرات كارثه هي كارثه وهل راح الكارثه هذه تتكرر في الطريق هذه ولا الطريق المزدوجه هذه هي المشكله اللي راهي مطروحه وممكن في مكان غير بعيد أه من المعرفة. في هذيك دائما هذيك هي المنطقه تاع المشاكل إيه اذا هذا هو المشكله اللي طرحتها هنايا وطرحت على لابد من من دراسه دقيقه بالنسبه باش نخرجوا بلي كوز لي ريزون الاسباب الحقيقيه اللي وراءها الحقيقيه تقنيه وما قد تؤدي اليه من نتائج كارثيه وليس سياسيه نعم. تقنيه واظن يعني انت قلت لهم البروفيسور قلت لهم وقلت لهم هذه نورمال هذه لازمها ما تتكررش نعم. هذه تكلمها البارح الوزير الوالي العاصمه وكنت انايا في البلاطو وقلت هذا غير كلام مسؤول المفروض ما كانش يتكلم به وراني نكررها اليوم في البلاد سيد هذا المفروض ما كانش يتكلم هذا الشيء يحكم الصمت ولا ويترك الامر ولا يعني للخبراء والتقنيين لان لان المهمه نتاعو الاولى اللي تكلف بها هي حمايه البلاد والعباد وليس يطمن العباد في في حاله اللي من صلاحياته ان شاء الله سي عبد الحميد بودود دائما نتكلم عن الكوارث الطبيعيه وما وقع نهار امس بهذا الطريق الرئيسي بالقرب من بن عكنون او سيدي عبد الله يدفعنا للتساؤل عن كان خطر في العاصمه هناك عدنا الاف ان لم نقل اكثر من يعني ما استطاعتوش نحاسبوش على العدد الحقيقي تاع البنايات القديمه البنايات المهدده بالانهيار في العاصمه بنايات تم تشيلها على أحد الاستعمار الان يعني, والامام يعني هذه الكوارث الطبيعيه شحال عندنا بنايه مهدده في الجزائر الاحصائيات اللي عندكم احنا لا عندنا بلديات عندنا سبع بلديات هم مهددين بالانهيار مثال عندهم الاخر بنايات قديمه مثال الواد الجزائر الوسطى الواد كانت شهدت يعني في شهادة سنه 2001 2001 نعم. يسمى الاخر فيضانات كبيره وعندنا سيدي محمد بالوجداد صالون به من المدنيه هذوك مناطق معرضه لكوارث طبيعيه معرضه طبيعيه كبيره لان عندهم سكنات قديمه بزاف عندهم وموجودة موجوده في محيط يعني مشبع بالمخاطر ما مشبع بالمخاطر وكذلك كاين وزير انذاك في 2012 يقول باللي خريطه تاع لي زون انوندابل على عام توجد بعد ذلك تبدل الوزير جا وزير واحد اخر في 2014 قال على تسع اشهر تكون يسمى خريطه تاع الفيضانات توجد وبعدها في 2014 كذلك جاء الاخر وزير واحد <applause> 2015 جاء وزير واحد اخر يقول باللي اليومين و... 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 <applause> هذا ما كانش ننتظروا في الكو... الكوارث كاينه كاينه ولكن إيه؟ الخريطه خارج الكوارث اللي راسها ما كانش إيه؟ هل الخوارث هذوما كل خوفت بلديه خوفا البروفيسور شنو يديروها لا ما هذا كل بلديه تكون عندها خريطه تاع الفيضانات تاعها باش نديروهم نجملوهم مع مساح الاراضي مخطط مساحه الاراضي قبل ما نعطوا له رخصه البناء نشوفوا وين راح يبني ونعرفوا وين كان الخطير وين ما كانش هذا ما كانش علاش وعلى احنا نقولوا الدراسات كاينين وكاين عند المهندسين عند ال... عند الكليات عندنا كلش ولكن لمن لمن شكون لمن تنادي لهذا شفنا احنا الاداري هو اللي يتكلم نعطي ك... سبيل المثال هذه قلتها كل خطا نعاودها بعد ما يكون تقديم تاع مشروع الى سيد الوزير او سيد الوالي شكون اللي يقدموا, يقدموا, يقدموا الاداري ما يقدموش المهندس التقني والمهندس لا آه. ما... ما... ما يقدموش لهذا شفنا بالإدارة الاداره تعبت ما ماهيش قادره على شغاها تخلي وما... وما هيش اهل لهذا الاختصاص أهل هذا الاختصاص نعم. لهذا... حت يعني حتى الامور حتى ما تسبب في حوادث بشكل أب... مجاني لا... لا... أب... البروفيسور لي... توضيح للتوضيح برك بالنسبه تكلمتوا على البنايات على سبع سبع بلديات سبع بلديات يلزم نوضحوا الامور اعطينا الخريطه بروفيسور ترك برو نعطيك الخريطه نعطيني خريطه العاصمة انا راني نقول لك كل البنايات الاستعماريه من وقت الاستعمار هي مبنية فوق أرض صالحة للبناء وماش مبنية في الوديان واش الهشاشة نتاعها هي هشاشة الهياكل الهي... نتاعها لأنها أو. أنجزت في الزمن أنجزت في 1940 و 1800 وهذاك اذا ما, ما تقنيات عمرانيه تقنيات ما كانش أخرى قوانين من بالنسبه للهندسه من المقاومه للزلازل وهذا ما معقول هما بداوا يطبقوها منذ 1954 نعم. بعد زلزال اورليون فيل ما نعم. يسمى بالشلف نعم. ولاو عادوا يطبقوا وداروا داروا داروا دارو قوانين بالنسبه لهذا بالنسبه لهذا الهندسه بروفيسور اعطيني اعطيني خريطه اعطيني خريطه الاخطار والكوارث الطبيعيه في العاصمه شكون هي المناطق الاكثر عرضه للكوارث الطبيعيه في العاصمه وما هي نوعيه الكوارث الموجوده عندنا هناك؟ بالنسبه للعاصمه تكلمت عليها صباح كاين خمس شقوق زلزاليه معروفه. وتكلمت عليها في محاضرات كثيره. خمس شقوق خطيره. اللي هي؟ بالنسبه للزلزال هي سانك فاي معروفه راهي نشرت ديجا كاين من جوايع بنيان كاينه في الـ في, الـ في الـ في لا لا نهضر عن الجزائر العاصمه كاين فلاغا كاين بون هذه ما, ما ندخلوش في التقنيات هذو في, في, في لي ديتاي كاين الفيضانات المناطق المعنيه بالفيضانات راهي معروفه كاين في باب الواد مؤخرا باب الواد اي بني مسوس بني مسوس بني مسوس واد واد قاوش كاين قلت كميات واد هذا الفيضانات الفيضانات كاين انزلاق تربة معروفه الجزائر العاصمه تيزي وزو قسنطينه باتنا هذو معروفين بانزلاق التربه كل المدن الكبرى تقريبا في 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 هذا خاصه كيما البيار كيما البوغارا كان فيه ثانية سفاره اليونان اذا هذا المخاطر وزيد كاين المخاطر الصناعيه اللي تهدد الجزائر العاصمه

كي مانتنو بروبي ممنوعه في كل البلدان المتقدمه ايضا بروفيسور الفيتا ما نعرف كاين طواف تاع البحر ثاني وصل حادث منذ عامين ان البحر يهيج ايضا احيانا إيه. نعم احيانا كان يتسبب حتى في هلاك بعض الصيادين وصلت منذ عامين تقريبا ايه بصح هذا موش خطر موش من خطر من المخاطر الكبرى احنا نهضروا على المخاطر الكبرى اللي هدوا الجزائر نعم. العاصمه نعم. لي ريسك ماجور فو نعم. زافي دي سيزم نعم. زافي دي زينونداسيون فو زافي لي غليسمون تيرا اي فو زافي لي ريسك اندستريال اكسبلوزيون هذم هما اللي المفروض تكون الدولة تاخذهم بعين الاعتبار وتهيي وت... ت... ت... لهم اون جيستيون بارتيكوليير، لا جيستيون تسيير خاص، تسيير خاص، انا تاع المخاطر الكبرى ليس من طرف الوالي ولا الوزير، هي من طرف هيئة مكونة من خبراء مستقلين تابعين الاكبر

اللي يقدر يمنعوا الا اللي فوق المينيستر والهيئه هذه المفروض تكون تابعه لرئيس الجمهوريه وتمنع المينيستر وتمنع الولي يعني تكون عندها صلاحيه اوسع صلاحيه اوسع, أوسع. كما قال تال... كما قلت انت تال... لا كارتوغرافي دي ريسك احنا طلبنا من 2003 كان حاضر حميد قلنا اون كارتوغرافي بار كومون على مستوى كل بلديه تكون بلد موجوده ديكسبوزيسيون <applause> <ده> <applause> او ريسك والقانون لا لوا اللي صوتوا عليها الغرفتين واضحه بالنسبه هذه واش تقول لك هذا لا كي كي من احسن القانون القانون بالنسبه للكوارث الطبيعيه والمخاطر الكبرى تقول باللي المواطن اللي موجود في بلديه عنده الحق يعرف بالخطر اللي موجود هذا آه هذا من حقه حد هذا صوتوا عليها البرلمان اذا يعرف اذا قريب الشقه زلزالية لكن راهو في سيدي عبد الله ولا راهو في بوينان ولا في هذاك لكن راهو في انزلاق تربه راهو في فيضانات يعرف وهذا من حقه طيب سي عبد الحميد بوداود انت قلت قلت منذ قليل ان المواطن يتحمل جزء من المسؤوليه لانه يعني بمجرد حصوله على قطعه ارض على قطعه ارض لا يحاول ان يتعرف اكثر على صلاحيه هذه الارض للبناء او من عدمه يعني يقول لك انا عندي طرف تراب مورسو تاع تراب نبني وخلاص ما نعرفش انه اي هذه لصالحه للبناء ولا لا ولكن بالنسبه للسلطات هناك مشكل كبير مشكل العقار في الجزائر في العاصمه او في باقي ولايات الوطن ما عندناش العقار في الجزائر يعني كيفاش نختاروا عقار مناسب للبناء انا نتاسف نهار بعد ما يقولوا بلي ما عندناش العقار كيفاش عندنا زوج ملايين و371 الف كيلومتر مربع قطر الوطني <applause> ما عندناش عقار اعلى ما عندناش ما كان خطاش ما كانش توازن ما بين الريف والمدينه جميل نعم كلهم يروحوا برد للمدينة. الحال والعاصمه كلهم سبيل المثال ليش تليش في ورقله وفي بوسعاده في في شاف شهر جويل شهر, شهر اوت ما عندوش مسبح ما عندوش مكتب ما عندوش مسرح ما عندوش لهذا يجي العاصمه يجي المدينه الكبيره وين عنده كلش وعلاش احنا ما ندوسوش ما كون نديروا التوازن نعطوا كل كل حاجه تكون عنده في في المدينه في المدينه الصغيره تاعو ما يجيش المدينه الكبيره باش يجي المدينه الكبيره باش يدي الطياره باش يروح للخارج او يدي البخيره لهذا انا شكون واش كنقول نقول هي إيه الدوله هي يعني لابد من اعاده النظر في التوزيع الديموغرافي في التوزيع والجغرافي في الجزائر حان الوقت ونقول ثاني عندنا السياسه عندنا احسن قوانين ولكن ما عندناش رجال اللي يطبقوا القوانين ما, ما, ما همش قادرين يسمى يطبقوا القوانين اللي المك... المك... المجلس الشعبي الوطني اللي خرج قوانين احسن كما البلدان المتقدمه ولكن في في الانجاز في الاخر في التتبيع احنا المؤخرين نشوف بروفيسور جلغوم بروفيسور اسمح لي يعني انا ما نقارنوش بالاوروبا ولا امريكا انا نروح الجيران نقارنوا بالنسبه للمغرب الجرم. المغرب هو بلد تاع اخوه سي آه. اذا احنا زرنا ورحنا شفنا يا اخي الامور منظمه بروفيسور في بروفيسور شلغوم يقال ان الطبيعه لا تتكلم ولكنها ايضا ترفض الخضوع الى اللا منطق ابسوليما هكذا الا تعتقد بروفيسور شلغوم ان الكثافه السكانيه في الشمال الجزائري صارت وضعا لا يطاق ان الشمال الجزائري الان كمحك. متحمل عدد كبير من من العدد يعني من, السكان متحمل عدد كبير من حركه حركيه السكان من حاجيات السكان وبالتالي لابد من اعاده النظر. النظر إعادة مراجعة التوزيع الديمغرافي هذا والجغرافي هذه استراتيجية اتقاء اتقاء أه استراتيجية الطبيعة كما يقال استراتيجية خالطة

هذا وين ساكن انايا كان عندنا واحد المنطق هذا يسميوه اللوز اللوز هذا هو حديقه وين الناس تفسح ديجا هي 400 الف نسمه في, في المنطقه هذه وين تفسح الان عندها واحد الخمس شهر واد سي الان فتحوا ورشه ما الان ما حناش ما عندناش ما عنديش الامكانيات okay. وما عنديش الواحد باش نقول لك واش راح يعملوا ثم راهم يقلبوا في التراب والتراب راه ينف ينزل ينزلق يعني ينزلق وما عندنا حتى خبر على المنشاه الورشه اللي راح راح تكون في هذه السي عبد الحميد على الموضوع في اقل من دقيقه عما عم وقع عما وجب فعله اتقاء لغضب الطبيعه مستقبلا انا واش نقول ما اجمل الطبيعه في صورها البديعه هذه واحده تكلمني على الواقع تفضل استاذ لا حبيت نقول كانت عندي فكره ولكن ضحكتني غير عندي هذه الفكره هذه ما اجمل الطبيعه في <applause> صورها البديعه يعني يعني قبل ما قبل ان يتدخل الانسان قبل ان باخطائه ربما بزلاته فيفسد الطبيعه احنا واش نقولوا نقولوا باللي ما, ما عندناش ثقافه تاع البنيان <applause> بكل صراحه ما عندناش لو كان عندنا ما عندناش مدينه اللي عندها الطابع تاعها <applause> <applause> روحوا القبايل ما عندناش طبع تاع القبائل،, القبائل. روحوا الشوي ما عندناش طبع تاع الشاوية، روحوا للجنوب ما عندناش طبع ما هو بالك بنينا حي واحد بعمارة واحدة، هذيك العمارة كلها مشات في القطر الوطني. للأسف. للأسف. نعم. لماذا؟ اسمح لي. تفضل. لماذا لا؟ ما نحبسوش. نديروا إحصائية تاعنا نشوفوا الغلطات نتاعنا نصحوا الغلطات ومن بعد وما, وما فيهاش عيب ما فيهاش عيب سي البروفيسور يعني عبد الكريم شلغوم واش تقول يعني مستقبلا ماذا انا انا واش نقول لك ونقول هذا الميساج للناس اللي بيدهم القرار القرار قول لهم باللي المخاطر الكبرى هما سي دي فينومين امبريفيزيبل تقدر ترجم امبريفيزيبل غير متوقعه ولا يمكن التحكم فيها امبريديكتيبل نون انونيغوسيابل غير متفاوض معاها يرجعوا الوقت في المناسب في المكان المناسب بنفس القوه نعم اذا كان كاين زلزال صرا في 1700 في الجزائر راح يرجع بنفس القوه واكثر ممكن أكثر ممكن الفيضانات لاحظنا باب الواد 1952 نفس الحجم في 2001 كان زوج اموات مت في 2000 1952 وقت الاستعمار نعم لان كانوا متحكمين في العمران نعم في 2001 10 نوفمبر 2001 2000 1000 مت وهاك شت الكارثه نعم الاسلام. نعم, نعم. اذا هذا باش نقولوا باللي العمران هو مهم بالنسبه للمدينه نعم. وما نلعبوش معاه يعني. وما نلعبوش معاه شكرا شكرا جزيلا بروفيسور الشلغوم عبد الكريم مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه هذا الجزء من برنامجكم البلاد اليوم اشكر ضيفي الكريمين السيد عبد الحميد وداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين شكرا جزيلا سيدي على الواجب بارك الله فيك الشكر موصولا أيضا إلى البروفيسور شلغوم عبد الكريم رئيس نادي المخاطر الكبرى شكرا, شكراً جزيلاً, جزيلا سيدي مشاهدينا الكرام برنامجنا يبقى متواصلا معكم مع موضوع آخر وضيف آخر لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى هذا الجزء الثالث والاخير من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصصه لما يجري في فلسطين خاصه بعد اصدار الكيان الاسرائيلي قرارا يقضي بحظر الاذان موضوع سنناقشه اليوم رفقه ضيفي وضيفكم الاستاذ محمد عثمان ممثل حركه المقاومه الاسلاميه حماس بالجزائر اهلا وسهلا بك استاذ اهلا شكرا بكم. على تربية الدعوه شكرا لكم مرحبا بك استاذ محمد عثمان استاذ محمد عثمان الجزائريون لم يعتادوا على وجود ممثل لحركه المقاومه الاسلاميه حماس بالجزائر الان اصبحت حماس موجوده بالجزائر ما هو نشاط، ما هو سر، ما هو سبب وجود حركة حماس في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. برحمة. بداية استضافة الجزائر حكومة وشعبا لممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عموما وممثلي العمل الوطني الفلسطيني بشكل عام، ليس شيئا جديدا على الجزائر وهي الحريصة على الاهتمام بقضايا الأمة العربية. وحريصه على التواصل مع شتى اطياف هذه الفصائل العامله ومنها حركه المقاومه الاسلاميه حماس. حقيقه هناك مصلحه يعني للجميع في ان تكون الجزائر حاضره في صوره المستجدات وما يعني يتعلق بالشان الفلسطيني اطلاع المسؤولين في البلاد على معاناه الشعب الفلسطيني عن قرب عن تحديات القضيه الفلسطينيه وما تعانيه من عقبات حقيقيه وتحديات حقيقيه. قلت هذا ليس شيئا جديدا على الجزائر قديما قال راحلها الرئيس هواري بومدين رحمه الله عليه. رحمه الله. لن نعتبر انفسنا قد تحررنا ما دامت فلسطين في الاسر وتحت الاحتلال وقال نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه وها هي الجزائر اليوم تجدد العهد مع فلسطين وتجدد العهد مع قضايا الامه وعلى راسها قضيه القدس. ومقدساته أستاذ محمد عثمان الجديد في الساحة الفلسطينية هو قرار صادر عن الكيان الإسرائيلي يحضر الآذان ما خلفية هذا القرار في هذا الوقت بالذات هل هو استفزاز استفزاز عفوا جديد للطرف الفلسطيني أم ينم عن خلفية أخرى يعني إذا بحثنا الموضوع من بداياته الأولى الكيان الصهيوني حقيقة منذ فترة ليست بالقصيرة وهو يحاول البحث عن آثار من خلال حفريات حول المسجد الاقصى وتحته يحاول ان يثبت بها مزاعمه في ان هذه الارض كانت يوما من الايام لبني اسرائيل او كانت لليهود، وحقيقه عندما فشل في ذلك لجا الى البلطجه الامنيه في محاوله طمس معالم هويه القدس الاسلاميه باقحام عدد كبير من المستوطنين والسياسيين في ساحات المسجد الاقصى تحت حمايات شرطه الاحتلال الاسرائيلي. وشهدنا حقيقة عدد كبير من الاستفزازات بشكل يومي وأدى ذلك إلى حدوث يعني موجة عارمة من الغضب من قبل المرابطين الذين نذروا أرواحهم ودماءهم في التصدي لهذه الحملات ثم بعد ذلك ها هو الآن يلجأ إلى البلطجة السياسية في فرض قوانين تمنع وتحظر الأذان في القدس وفي الأراضي الفلسطينية 48 في منطقة 48 داخل الخط الأخضر وهو يظن يائسا انه قادر على طمس كما قلنا هويه هذه المنطقه التي تذكره صباح مساء خمس مرات في اليوم بان هويه هذه الارض هي عربيه هي اسلاميه وهذا الادان هو الذي يزعجه فيه هذا التاكيد على الهويه الاسلاميه والعربيه للارض المقدسه لذلك نحن نهيب حقيقه ان تقوم الحكومات العربيه والاسلاميه بدورها وأن تهب الجماهير والشعوب المسلمة للتصدي لهذه البلطجة السياسية وهناك حقيقة يعني أمل وحقيقة بوادر بدأنا نلمسها كما فهمت قبل قليل أن هناك مظاهرات الآن تجري في أوروبا في باريس تحديدا هناك حركة صحيح الشباب العربي هناك مجموعة من المنظمات العربية في باريس لتقيموا قاموا بالتظاهر نعم فعلا ضد هذا القرار احتجاج على هذا القرار العنصري ولكن البعض يقول عند الشعب العربي عندما يريد تحرك الحكومات التحرك الدبلوماسي التحرك السياسي العرب يقولون ان تحرك الشعوب في الشارع وحده لا يكفي كيف تعلق على ذلك استاذ عثمان حقيقه تحرك الشعوب شيء ضروري وشيء مفيد وهو يرسل حقيقه رساله في ظل وجود اعلام عالمي منفتح للمسؤولين في كل مواقعهم بان هناك شعب ما زال متمسكا بارضه وهناك ايضا سندا وظهيرا شعبيا يساند هذا الشعب ومستعد لتقديم التضحيات ليحصل هذا الشعب على حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله. ايضا هذا حقيقه يسهم بدرجه او باخرى في معرفه المزاج العام لدى الشعوب العربيه والاسلاميه، كما تعلم استاذنا ان هناك مراكز دراسات عديده حقيقه عند الغرب يستطيع ان يستشفوا منها الى تتجه يعني امزجه الشعوب وبالتالي يحاولوا ان يستقرؤوا الى اين يعني تتجه سياسات الدول التي يعني تشمل هذه الشعوب وبالتالي يسهم هذا بقدر او باخر في رسم سياسات دول منطقه في اوروبا وفي امريكا بناء على هذه التقريرات. استاذ محمد عثمان ممثل حركه المقاومه الاسلاميه حماس في الجزائر، نحن نتكلم عن المستجدات. اذا لا يمكننا لنا ان نتحدث عن الانتخابات الامريكيه الاخيره وما افرزته من يعني رئيس جديد للولايات المتحده الامريكيه. هل عوده الجمهوريين الى البيت الابيض سيؤثر بشكل او باخر في القضيه الفلسطينيه، كيف قراتم انتم هذا الحراك او هذا التغير في يعني في قياده الولايات المتحده الامريكيه؟ حقيقه الشعب الفلسطيني له تجربه مريره مع كلا الحزبين الحاكمين في الولايات المتحده الامريكيه سواء الجمهوري او الديمقراطي على مسار عدد طويل من السنوات امتدت منذ اوسلو مدريد بل قبل ذلك يعني وصل الشعب الفلسطيني الى قناعه بان الحزبين في مواقفهم وانحيازهم الصارخ تجاه الكيان الاسرائيلي، ويعني اعلانه المستمر على انه حريص على تفوقه العسكري والامني وانه يعني حريص ايضا على الالتزام بالدعم المادي والسياسي له. وفي المقابل هناك تجاهل كامل حقيقة لمصلحة الشعب الفلسطيني وحصوله على حقه في نيل تقريب مصير وتحرير بلاده كل هذه الأمور حقيقة جعلت أننا نعتبر حقيقة الحزبين على الحقيقة هما وجهان لعملة واحدة لا شيء لا شيء سوف يتغير نحن حقيقة ننظر إلى يعني شخصية الرئيس القادم أنها شخصية حقيقة مثيرة للجدل دونالد ترامب تقصد نعم نعم ترامب هو شخصية مثيرة للجدل وهو حقيقة لا يثير القلق فقط عند العرب والمسلمين وفي الدول العربية والإسلامية ولكن أيضا هناك قلق متزايد تجاه هذا الشخص من دول أوروبا بل من قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي نفسه بالذات الملونين واللاتينيين وعرق الهسبانيك الذين يعني لم من اصول يعني يعني من اصول اخرى غير نعم, نعم اصول لاتينيه واصول اسبانيه حقيقه لمسوا فعلا في الدعايه الانتخابيه خطابا عنصريا مسيئا لهم يشعرهم بتحدي حقيقي لوجودهم وبالتالي اذا ما هو المتوقع منه تجاه القضيه الفلسطينيه القضية الفلسطينية مرت بحقب يعني من حكم الديمقراطيين والذين اعتبرهم البعض هم الأقرب لتحقيق مصالح الشعوب العربية والشعب الفلسطيني تحديدا ولايتين متتاليتين لكلينتون ثم يعني ولايتين متتاليتين لأوباما بينهما كان ولايتين لجورج بوش الابن وحقيقة ليس هناك أي تقدم إن كان على صعيد التسوية التي آمن بها البعض وما شابهها من منطلقات واقعيه وانه ليس بالامكان افضل مما كان والتحصيل على جزء من الحقوق خير من تركها، لكن النتيجه حقيقه كانت قضم كثير من الاراضي، مزيد من الاراضي في الضفه الغربيه، جدار فصل عنصري احال حياه الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه الى جحيم، تهويد للقدس، توسع في المستوطنات تضاعف اكثر من سبع مرات عما كان عليه قبل اوسلو. ثم في قطاع غزه حصار وليس هناك اي حتى كمان تحرك انساني لتخفيف من معاناه شعب يعاني من الحصار لمده قد تجاوزت العشر سنوات. استاذ محمد عثمان لو سالتك يعني الربيع العربي يمر عليه الان خمس سنوات وتفاعلاته تبقى تبقى قائمه في عديد البلدان العربيه، الا تعتقد ان هذه الموجه اثرت بشكل مباشر على القضيه الفلسطينيه، العرب يقولون كنا نفكر في فلسطين لوحدها واصبحنا نفكر ايضا في اليمن، اصبحنا نفكر في سوريا، اصبحنا نفكر في العراق، اصبحنا نفكر في بلدان عانقت ما يسمى بموجه الربيع العربي. الحقيقه بلا شك ان هناك تراجع في القضيه الفلسطينيه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، وبلا شك ان القضيه الفلسطينيه قد تراجع على الاقل الاهتمام بها يعني في البلدان العربيه بسبب موجات الربيع العربي وما تلاها من ازمات داخليه شغلت حقيقه البيئه العربيه في اطفاء النيران ومحاوله حل الأزمات الداخلية ولكن حقيقة نحن نؤمن في حركة حماس أن من سيحرر فلسطين لابد أن يكون حقيقة محررا ولابد أن يمتلك قراره بيده وأن هناك يعني حركة للتاريخ حقيقة تفرض نوعا من الاستقلال ونوعا من تحقيق أو إثبات الوجود تؤهل الجيل القادم للقيام بواجبه تحرير فلسطين نحن نؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تحديد مصيرها وفي نيل حريتها ولكن نامل ان ان يكون ذلك باقل الكلف وان يكون بطرق سلميه وبطرق يعني يصل فيها الحكام والمحكومين الى صيغه من التفاهم وصيغه من توحيد البوصله نحو تحرير فلسطين وتحرير المسجد الاقصى وان نظن ان هناك تجارب ايجابيه قد لمسناها في تونس مثلا في بعض البلدان ربما تعثرت انتقال, نعم. انتقال سلس نرى نرى ان هناك املا وهناك فرصه لتلاقي الحكام والمحكومين نحو صيغه افضل حقيقه لاداره علاقاتهم بينهم البعض والاولى ان لا يكون ذلك على حساب القضيه الفلسطينيه والتحام الشعوب العربيه بهذه القضيه بلا شك نحن نحن نرى ان قضيه فلسطين الان وفي ظل انشغال الجميع في كما قلت في حل مشاكل وأزمات داخلية، أن قضية فلسطين هي هي المؤهلة بشكل أساسي اليوم لإعادة توجيه البوصلة لإعادة توحيد الأمة مرة أخرى حكاماً ومحكومين، توحيد الأطياف المختلفة من طوائف وعرقيات مختلفة نحو القضية الأولى قضية فلسطين، هناك شعب يعاني منذ عشرات السنوات هناك احتلال جاثم يستغل حقيقه الانقسام الداخلي، يستغل الخلافات البينيه بين الشعوب، يستغل حتى كمان الظرف الان الذي تحدثنا عنه من قياده يمينيه متشدده خبرتها قليله في المنطقه حقيقه، خبرتها السياسيه ايضا قليله، استنادها فقط على خطاب عنصري، كل هذه الامور ليست في صالحنا، هي تؤكد ان القضيه الفلسطينيه اليوم امام تحدي عظيم، لابد للجميع ان يفكر كيف أن يتجه للقضية الفلسطينية مرة أخرى ويحاول لملمة شتات الشعوب العربية وأزماتها أستاذ محمد عثمان وماذا عن الداخل الفلسطيني أقصد بذلك ماذا عن مشروع الوحدوي أو المشروع الوحدوي أو مشروع التصالح بين التيارات السياسية حتى تكون في صف واحد حمايه لفلسطين حمايه لحقوق الشعب الفلسطيني متى يصل الفلسطينيون الى هذا الصلح المنشود يتساءل العديد من العرب لا شك حقيقه في ظل الواقع الخطير الذي شخصناه قبل قليل لابد ان يكون ملف المصالحه في مقدمه الاجنده الوطنيه الفلسطينيه وحقيقة هذا ليس شعارا يرفع هناك نية حقيقية جادة أبدتها حركة حماس في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وقدمت حقيقة ثمنا لذلك تضحيات عديدة منها التخلي عن الحكم في قطاع غزة والتنازل عنه لصالح حكومة حكومة تكنقراط تم التوافق عليها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأيضا كان هناك عدة لقاءات حقيقة بين قيادتي فتح وحماس تناولت كثير من القضايا وتوصلت إلى عدد من التفهمات والاتفاقات بعضها موقع عليه ولكن حقيقة نحن كنا نفاجأ في كل مرة من الأخوة في فتح بالتراجع عما تم الاتفاق عليه. حقيقة بات لدينا قناعة أن السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ما زالت تتأثر وما زالت ترضخ للإملاءات والشروط الإسرائيلية والأمريكية في وضع فيتو على موضوع المصالحة نأمل أن تحدث الآن قراءة جديدة وتقدير جديد للموقف خاصة يعني هل هناك شروط أستاذ محمد عثمان من طرف تكلمت عن الفاعلين في منظمة التحرير الفلسطينية هل هناك من شروط موضوعة لحماس من أجل الالتحاق بهذه المنظمة التاريخية؟ في موضوع وما هو ما هو الذي تتحفظ عليه حركه حماس بخصوص هذه الشروط نحن في 2005 كان في اتفاق بين حركه حماس وحركه فتح على محاوله اصلاح منظمه التحرير الفلسطينيه الكل مجمع ان هناك ترهل في هذه المنظمه نعم. و... في هيكلها وفي هياكلها وفي أشخاصها شرعيتها ايضا و... وشرعية... الشرعيه لا اظن احد يعني يشكك فيها ولكن ممكن أن تنتقص الشرعية حقيقة في كونها لا تمثل كثير من أطياف العمل الفلسطيني. مثلاً <applause> مثلاً مثل حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس ليسوا ممثلون في منظمة التحرير الفلسطينية. في سبيل حدوث ذلك وتعزيز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية تم التوافق على إصلاحها وتم الاتفاق على تشكيل إطار قيادي موحد مؤقت يقوم بعملية إدارة عملية الإصلاح في 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 منظمة التحرير. مكونة من كامل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى رؤساء أو ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الأخرى هذا الإطار للأسف لم يعقد إلا مرة واحدة فقط ولم يدعى كما كان متوقعا يعني من قبل الرئيس عباس أن يتم دعوة إلى ذلك مرات أخرى ولكن ما زلنا ننتظر الدعوة لعقد هذا الإطار إن شاء الله الأستاذ محمد عثمان ممثل حركه المقاومه الاسلاميه حماس بالجزائر شكرا جزيلا شكراً على قبول المشاركه معنا وعلى هذه الفصحه شكراً الطيبة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكراً استاذ محمد عثمان مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم نشكركم على حسن المتابعه وعلى كرم الاصغاء لقاؤنا بكم يتجدد في أعداد قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والزميل المخرس يدعلي مرزوقي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته